وضعية صعبة بين قوسين لفريق نادي بارادو، لكن الكل طبعا نتحدث عن مسؤولية الفريقين متفائلين، مسؤولية الفريق متفائلين بتصحيح الأوضاع بمرور الوقت، ثقة لكن يشتركان في ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية اليوم. كل فريق يبحث عن الفوز لأن التعادل ببساطة لا يخدم أي من الفريق. بعد ما كانت لجولات في ساحة أولمبيك أقوى ثم عادت الريادة لمولودية الجزائر اليوم، وبعد نتائج المباراة التي لعبت اليوم الريادة هي مناصفة بين النادي الرياضي القسنطيني ومولودية الجزائر برصيد 12 نقطة لكل فريق. عريبي ما توصلوش هذه الكرة، ماكو ماكسويل العائد بعد طول غياب، توزيع داخل منطقة عمليات عريبي، عودة موفقة لدفاع نادي بارادو في الوقت والمكان المناسبين لتفويت فرصة ثمينة على فريق مولودية طهران. عريبي جات الكرة ماهوش موجود في وضعية مناسبة، مرر لكن عودة كانت موفقة للاعبي وسط نادي بارادو مباشرة إلى الركنية. فريق مولودية طهران وكان يريد أن يدخل في تفصيلات الموضوع مباشرة. الركنية عليان ياسين، عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة العمليات، باكو ماكسويل توزيعة لكن تصطدم بالدفاع للتبعس، إنما هذا جانب من جمهور محبي وأنصار مولودية طهران الذين تدخلوا أو تنقلوا بأعداد كبيرة. تلعب هذه الكرة العودة إلى الوراء، بنيمير عير من جهة بندومة، تمريرة العقب ذكية، ذكية هذه الكرة، ذكية هذه الكرة على الجهة اليسرى، توغل وتدخل الدفاع، الخطورة تبقى قائمة والتسديدة، الخطورة تبقى قائمة والتسديدة فوق الإطار. الكرة دائما لنادي بارادو، سلسلة من المراوغات، تغيير جهة اللاعب وين موجود كرميش، ثم سوكو كرميش بعد الكروي موفق حتى الآن، التوزيعة تدخل داخل منطقة عمليات إلى ركنية، أو الحكم يقول ضربة مرمى، خطير جدا وسريع جدا فؤاد كرميش، مرر كورتو في وضعية صعبة تسمح لنادي بارادو باستعادة هذه الكرة. من هناك على الجهة اليسرى بولبينا بحث عن المراوغة أمام لاعبين اثنين، ينجح في توزيع الكرة لكن من اليسار إلى اليمين إلى التماس بعيد على سوكو. كرميش تحار مطيع من هذه الكرة، قال نادي بارادو تغيير جهة اللاعب دوما دائما على الجهة اليسرى، ربما تزيد من بعيد، تسديدة من بعيد والحارس رحماني شمس الدين في المكان المناسب. زيدت بولبينا قوية دقيقة داخل الإطار، أخطر وأفضل وأحسن كرة في المباراة حتى الآن. الركنية لنادي بارادو، انتظرنا تقريبا 42 دقيقة لنشاهد لقطة خطيرة في المباراة. الركنية نفذ القائمة الأول، مرت من أمام الجميع، تبقى الخطورة قائمة، كرميش لكن بعيدة، بينما تمريرة خطيرة، هذه الكرة خطيرة 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 داخل منطقة عمليات جانبية، خطيرة هذه الكرة، خطأ كبير من بالحران على ما أعتقد، بولبينا يضيع تضيع فرصة ثمينة على فريق نادي بارادو، كرة ثانية خطيرة في أقل من دقيقة. الركنية تنفذ، قائمة ثانية رأسية لكنها سهلة بالنسبة للحارس رحماني شمس الدين، شوف بالفعل من بالحران بولبينا يسدد بقوة، ربما المدافع ساهم في تغيير مسار الكرة، فعلا المدافع ساهم في تغيير مسار الكرة وإلا لكانت الأمور مغايرة لما آلت إليه. الأخطاء رحماني، شوف خطأ آخر، خطأ آخر، سوكو سوكو في هذه الكرة، سوكو الهدف الأول،
سوق والهدف الأول يستعيد ويسترجع كرة ثمينة وثمينة جدا ليسجل الهدف الأول. سوكو يستثمر في خطأ كبير مرتكب من جانب رحماني شمس الدين بعد مجموعة من الأخطاء من مدافعي فريق مولودية وهران. رحماني شمس الدين يرتكب خطأ كبير ويعترف لرفقاه ويطلب المعذرة، لكن الخطأ كان مكلفا للغاية. سوكو مصطفى يستعيد هذه الكرة، يروض ويسدد ويسجل ويفتتح باب التسجيل. شوف استعادة هذه الكرة، وضع نفسه في موقع جيد وبقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة، هنا ما تسرعش، روض الكرة كما يجب، وضع نفسه في المكان المناسب وبالطريقة المناسبة. لعب هذه الكرة بسرعة، عجيب جوبا داخل منطقة العمليات، عجيب جوبا مرة ثانية يحتفظ بالكرة، يمرر على الجهة اليمنى وين موجود قسوم، توزيعته داخل منطقة العمليات إلى الركنية. ضربة مرمى يقول الحكم جوبا عجيب يحتج يطالب. نشوف اللقطة بين عبد الحفيظ مع مهرة لاعب نادي بارادو. إذن العودة إلى غرفة الفار لمتابعة وإعادة مشاهدة اللقطة. شوف اللقطة من هذه الزاوية، هنا فيها احتكاك على ما أعتقد على القدم اليمنى للاعب مولودية وهران. هنا احتكاك موجود على القدم اليمنى. على كل القرار الأول والأخير هو لحكم المباراة. إذن ضربة جزاء، الحكم يشير إلى ركلة جزاء لصالح فريق مولودية وهران. ظهار يتأهب، ظهار إذن يتأهب، يتقدم، يسدد، يسجل، يعادل ويعيد المباراة إلى بدايتها. إذن ظهار مروان يوفق في معادلة النتيجة، هدف لهدف هنا بملعب خمسة جويرية بين مولودية وهران ونادي بارادو. ظهار مروان إذن يسجل هدف التعادل. الحارس في جهة والكرة في جهة، فراحي يفشل في صد هذه الكرة، الدهار يوفق في معادلة النتيجة. بولبينا بعد الكرة ولكن ضاعت عليه وعادت مجددا. بولبينا، بولبينا تمريرة ذكية، ذكية يا تسديد بولبينا. بولبينا في وضعية تسلل الأشار للحكم، تسديدة قوية متابعة من بولبينا، الحكم يشير إلى وضعية تسلل. البار هو من يفصل في هذه اللقطة، الحكم أشار إلى وضعية تسلل، يعني احتجاجات اللاعبين هي يعني بدون نتيجة زائدة، لأنه أساسا بعد كل هدف يتم اللجوء إلى تقنية البار للتأكد من صحة وشرعية الهدف المسجل. شوف التمريرة، بولبينا عادت الكرة مرة ثانية، عادت الكرة لبولبينا، يتوغل للتسديدة صعبة لا أعتقد. الهدف الثاني لنادي بارادو، هذا ما توقعته قبل تسجيل الهدف، نادي بارادو يضيف الثاني عن طريق بولبينا في هذه الدقيقة 82 84 تم ترسيم الهدف. بولبينا يسجل الثاني، بولبينا عادل يسجل الهدف الثاني. تبقى الكرة لفريق مولودية وهران على الجهة اليسرى، دهار، دهار، هدف الثاني، هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق بخلدة، هدف التعادل عن طريق بخلدة. فراحي مختار الحارس حارس نادي بارادو في الحقيقة يرتكب ما ارتكبه رحماني شمس الدين،
يقع في المحظور ويرتكب الخطأ مثل ما وقع فيه رحماني شمس الدين خلال الهدف الأول. بوخلدة يستغل الظرف ويعدل النتيجة ويعيد فريق مولودية وهران إلى المباراة من جديد. شوف التسديدة كانت قوية. جانب لاعب كروم، شوف وضعية كروم في الهدف، سدد بقوة فالراحل ترك الكرة، استفاد منها بوخلدة وعادل النتيجة. كرات عشوائية في هذه الدقائق الأخيرة من الجانبين. واللقطة والكرة الأخيرة، إذا حكم المباراة السيد جمعة الطاهر يعلن عن نهاية المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدفين.